انسي الشوط الاول ده خالص، وبصي لمحسن في الشوط التاني اللي جاي، هتلاقي محسن تاني خالص. يعني هتعمل ايه ان شاء الله؟ هلعب باداء مختلف. فرجنا يا ابو تريكة. ابو تريكة؟ ابو تريكة مين؟ مش ده بتاع الزمالك؟ لعلم في الجنين اللي جابهم في انبي دول اوف سايد وطلعوا اوت كمان، بس الحكم عداها وجابوها في الاعاده، وفي الاعاده افاده، وده احنا بنعيده. يا خوفي لنخش شوط تالت وشوط رابع. شوط تالت ورابع ايه؟ ده انت الهدف الذهبي الوحيد اللي في حياتي اللي بلعب عليه. ولعلمك بقى انا لا عايز لعيل ولا تايل. اي نعم انا كان نفسي في الخطيب التاني وتجيب لنا عيلين كده في بطن واحده زي عبد الوهاب السيد ومحمد السيد حراس المرمى بتاع الزمالك دول، بس خلاص الاحتراف دلوقتي ما خلاش نفسي في اي حاجه. هو عيل صغير اجيبه في مدرسه الكوره واقعده معايا هنا وادربه سنتين وابيعه واكسب فيه وابقى زي الفل. لا وانت بياع قوي. بس النهارده انا جاي شاري. يعني خلاص يا محسن طلقت الست الحيزبونة دي، خطفت الرجالة. اه يا ناري السماوية. لا ما تكمليش، خدت الكارت الاحمر وهتقعد على الخط ماتشين. يعني هتنزل تلعب تاني؟ لا مفيش لعب تاني، مفيش فروت في حياتي غيرك يا جميل. يعني خلاص يا محسن هنثبت التشكيل ده ومش هتحن للاحتياطي؟ هفضل العب بيك طول حياتي. تسمحيني بالمناسبة الحلوة دي ديك السمونير ده. اطلقي صفارة البداية يا عمر. قولي يا عادل. ايوه ماما اقولك ايه بالظبط؟ انت بتحب سناء؟ يعني عايزه الرد ده، بحبها كاختي ولا كانسان يعني؟ هي هتفرق؟ ايوه يعني الرد اللي انت عايزاه مني دي، عايزاه ان هي كانسانه ولا كمثلا واحده معديه وخلاص؟ ما تقول يا عادل. طب يا ماما يعني انت عايزه رايي ده بحيث ما يطلعش بره ولا هيطلع بره؟ يا خرابي انت ضيقت خلقي. ايوه ماما ما انا لازم اعرف ايه المواصفات بتاعه الطلب اللي انت طالباه. يعني انت عايزه تعرفي رايي في سناء؟ اكيد طبعا ما بكرهاش يا ماما كاختي، لكن لو انا انسان معدي وهي انسانه مثلا جارتي زميلتي يعني بتحبها، يبقى حس كده بقى، مش نفسك تأمن مستقبل أختك؟ طبعا يا ماما نفسي. يبقى لازم ناخد احتياطاتنا عشان اللي حصل لها مع محسن ما يحصلش تاني، واللي اتلسع من الشوربة معروفة دي، لسانه بيوجعه. يبقى لازم ناخد احتياطاتنا. نقطع لها لسانها. يا عادل اتكلم عدل. أمال خلاص نشيل الشوربة من قدامها كده؟ طب أنا مش هتكلم في حاجة تاني معاك. يا ماما ما انت عارفه يا ماما موقفي من هباب محسن ده، لا بطيء ولا عايز اشوف قلقته. بما انه بقى هو اللي جه وبيتحايل علينا لازم نشرط ونتامر عليه كمان. وان كان لك حاجه عند الكلب اقول له يا محسن معروف. شوف بقى الراجل لما يدفع دم قلبه في الجواز يجي يفتكر القايمه ويقول يمين الطلاق، الكلام يقف في زوره. صح يا ماما، خلاص انا بقى هعمل له قايمه 5 صفحات فلوسكاب. يفتكر بقى المؤخر يعمل خده مداس. حلو، يبقى وفرنا سجاجيد برضو. يفتكر الشقة يجيب ورا. بس ونكون احنا بنشوي لحمة مثلا وراه ولا حاجة يقوم هو راجع على السياخ مخلص منه. فهمت بقى يا عادل انا عاوزة ايه؟ طبعا يا ماما فهمت، ده انا هشوي زي الخروف، مقدم ومؤخر وشبكة وشقة. يا نهار اسود ده حبيبي محسن، ده انا ما هصدق انتقم منه. وبكده نبقى أمننا مستقبلها. ودمرنا مستقبلها. انت عايزني اكتب لها الشقه وقايمه العفش وتعورني في 30,000 جنيه مؤخر. هو كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ عينيا يا ابو نسر. ايه ده وافقت على طول كده؟ بس في حاجه كده مش مظبوطه في خصوص ال 30 باكو دول. ما ينقصوش مليم، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم انت اختك ما بتحبش رقم 30، احنا الشوط عندنا في الملعب 45 دقيقه. الحكم بيحط عليهم 5 دقايق بدل استهبال كده، يعني كله 50، 50,000 جنيه مؤخر. أنا كان قصدي 50,000 يعني، أنا بس قصدي كنت أحسبها 30 على ماتش الباسكت مش كرة القدم، يبقى 50,000 جنيه. يظهر إنك نسيت قواعد اللعبة. لا ما نسيتش، أنا لعيب ولعيب جامد. طب شوت كده؟ هشوط. العصمة في إيديها. العصمة والشبكة كمان في إيديها. إيه ده؟ طيب
مش معقولة هتدخل على عفشة قديمة، أنا ما أحبش الماتشات المتسجلة، لازم العفش يبقى جديد يعني على الهوا مباشرة. هنزلها استاد دمياط تنقي النابوليا اللي هي عايزاها. الكسوة. كسوة إيه؟ كسوة إيه؟ ما تبقاش لعيب محترف خدت الكرة ودخلت بيها على 18 رحت راجع تاني لنص الملعب، ومع ذلك كل أنواع الكسوة، المدارس، دخول الأعياد، كل ده عندي. مرضى ونسب؟ تعبت صح؟ نعمل هفطايم لمونة حتى. يا عدولة بقالك كتير ساكت وفاضل دقيقة والماتش يخلص. ايوه بس الجون بيجي في لحظة برضك. الماتش مقري واللعيبة تعبانة. قصدك ايه؟ ما بتكلمش على الماتش ده، انا بتكلم على الماتش اللي في التلفزيون. طيب بص بقى من الاخر، هتكتب على نفسك وصل امانه بمليون جنيه، عشان لو فكرت بس يوم تضايق سناء هرفع عليك قضيه بوصل الامانه ده واحبسك. لا لا كده بلي وكارت احمر كمان. هتكتب على نفسك وصل امانه بمليون جنيه. سمعتي؟ سمعت اخوك عايز يعمل فيا ايه؟ عايز يجيب لي رباط صليبي، إصابة تعجزني عن الملاعب. بعد الشر عليك يا محسن، وهو ازاي يطلب منك طلبات زي دي؟ ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجة في الماتش اللي بيني وبين أخوك عادل من يوم ما عرفتك. ده بيتبرشط عليا وماشي يتكلم عليا في كل حتة. أقولك على حاجة، ده بيجي القهوة هنا بيطلب مشاريب على حسابي ويقول له يا حتة على حساب محسن وادفع يا محسن. انا مش بقول كده عشان اسخنك يعني. مش محتاجة تسخين اكتر من كده، هو ازاي يتجرأ ويعمل كده؟ ده غير كده بقى ماشي يلبلب عليا في كل حتة وقالب عليا الدنيا، وانت عارفة انا راجل لعيب كورة ماليش غير سمعتي وسمنتي اللي بجيب بيها جوان، وبعدين انت مراتي برضو اللي يلطني يلطك. دليلته سودة بس لما اشوفه. طب انا هقولك على حاجة حصلت واحنا بنلعب في الدورة الرمضانية، دورة كبيرة جدا، وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ امبابة، عارفة؟ لا مش مهم. قال عليا ان انا باخد منشطات رياضية، راحوا كاتبين في مجلة الحائط اللي في مركز شباب امبابة، عارفة؟ لا مش مهم. ان انا بقيت هاتريك كيماوي. حصلت يا محسن؟ وغير كده كتير كتير، بس انا برضو عايز اقولك ان انتوا اخوات وعمر الدم ما يبقى مية. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، سواء استمرتي معايا او ما استمرتي. ما تقوقوش، ما فيهاش او ده افترى عليك وانا ما اقبلهوش. استنى عليا، استنى عليا يا عادل بس لما اشوفك. ميرسي يا طنط. طبعا اديك سمعتي كل الكلام اللي اتقال. يعني اكدب وداني؟ الصوت صوت ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح، وديك سمعتي كل حاجة. احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نأمن مستقبل سناء وبالمعقول. شوف يا طنط، كل الكلام اللي قاله انا هعمل قده مرتين، بس لازم حضرتك تعرفي ان كل برغوت على قد دمه، وانا راجل جاي شاري، عايزيني يقولولي اهلا وسهلا، مش عايزيني يقولولي توكل على الله. يا اخويا ما تقولش كده، اللي فات مات. جايز بالنسبة لحضرتك مات، انما بالنسبة للأستاذ عادل لا زال ينبض. انسى كل اللي قاله عادل خالص، هنقعد مع بعض عادة تانية ونتفق وبالمعقول. وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان. ها انتوا طلباتكم ايه؟ يعني الست مننا عاوزة تحس بالامان. عايزة تأمن لها خط الدفاع يعني. يعني الشقة تبقى باسمها. ومال الشقة تبقى باسمها؟ حاضر، بس طبعا حضرتك عارفة ان الشقة دي وقف من ايام الدزوي ومختار التتش، ان شاء الله بعد 40 سنة لما القضية تخلص هكتبها لها باسمها. كويس قوي. طيب والقايمة؟ حطوا اللي انتوا عايزينه في القايمة وانا هحط قده مرتين. شفت انا حلو ازاي؟ حلو قوي، بس يعني ما نتكلمش في القايمة دلوقتي الا لما ننزل مع بعض ونشتري العفش. على اقل من مهلكم. طب والمؤخر؟ دي حاجة ما فيهاش فصال. طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل، ما فيهاش فصال، بس ده امتى؟ في حاله لو كانت العصمه في ايدي، انما انا بقى جدعانه مني هخلي العصمه في ايديها، تعمل فيا اللي هي عايزاه، تطلقني وترميني في اي وقت. شفتي بقى انا اجدع منكم ازاي؟ عداك العيب. تشرب حاجه ساقعه؟ انا بموت في الحاجات الساقعه وبالذات العصير اللي انت بتعمليها. طيب يا ريت شويه شاي سخنين.
أستاذة رانيا، ممكن أتكلم معاكي في موضوع رفيع لو سمحتي؟ أوكي. أنت جبت الكلام ده منين؟ أنت عايزة تفتري عليا وخلاص؟ محسن كان بيسجل لك على الموبايل، بيسجل لك يا خفيف. بيسجل لي؟ ماشي، الندل الجبان. طب انت ايش عرفك ان ده صوتي يعني؟ وانت تعرفي صوتي منين؟ كنت سمعتيه فين قبل كده؟ دولة مش دي المشكلة يا دولة، الخوف لا يكون ماسك عليك صور. ماسك عليك صور؟ يعني انت ايه اللي بيخليك تتدخل بينه وبين اختي؟ بقول لك ايه، معقولة هتصدق واحد نادل زي ده وكذب اخوكي؟ اكذبه ازاي؟ ده انت صوتك خرم وداني وهو طالع من الموبايل. الف سلامة. لا ما دام خرم ده وداني يبقى كده عندها حق يا دولة بصراحة. ولا انت بتتدخل ليه؟ مش عايزك تنطق خالص، ما تنطقش. ايوه اهو، بس ما تنطقش. ولعلمك بقى، حركة ان هو يسجل دي معناها ان هو انسان ملوش امان، صح يا رمزي؟ صح دولة، كده انت غلطان وهو عنده حق. وبعد كده يعني انا عايز افهم، يعني هو كان بيسجلك وانت بتعمل ايه بالظبط؟ يعني اكون بعمل ايه يا متخلف؟ انت كنت قاعد بشرب ليمون. كده لبساك لبساك. ما تغيرش الموضوع، انا مش متضايقه من انه كان بيسجلك ولا ما بيسجلكش، انا متضايقه من الكلام اللي انت قلته. قلت ايه بس يا سناء؟ يا سناء يا حبيبتي، انا بامن لك مستقبلك يا هبله. مستقبلي انا ادرى بيه يا عادل، انا فاهمه ارتب مستقبلي ازاي. انت بتكره محسن وعايز تطفشه، دي طلبات تطفيش مش طلبات تامين. الله عليك، الله عليك، طلبات تطفيش. ربنا يخليك ليا يا دولة. وبعدين انت يا هبله، انت مش ما تسيبيه يطفش، يمكن يجي لك بكره اللي احسن منه. ولا بكره اللي احسن منه. بص عشان تبقى فاهم من الاخر، اي حد في الدنيا احسن منك، لو معزم حديها هتبقى احسن منك. خلاص انت ايه اللي دخلك بيني وبين اخويا؟ انا واخويا بنتكلم، ما تدخلش بينا. بس يا سناء خلاص 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 خلاص، سيبيه، حرام عليك كده. دولة سناء، الكلام اللي انا قلته لك ده مش كلامي، ده كلام امك اصلا. كلام امي؟ مش ممكن، انت كذاب. انا امي لا يمكن تقول الكلام ده. قالت الكلام ده وخلاص. لو مش عايزه انت بقى تصدقي، ممكن انا وانت نروح لها ونسالها بنفسنا. نروح لها. اتفضل اتفضلي 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 يا جماعه. هو ده الكلام يا جماعه؟ يلا بينا نقفل البازار ونروح بقى نشوف ايه الحكايه يا جماعه. نقفل البازار ايه ونروح نشوف يا جماعه؟ انت مالك انت؟ انت بتدخل في حاجه زي كده؟ ولا نظف البازار على ما اجي. يلا نظفته يا دولة. وسخه ونظفه تاني. عارف لو ما وسختوش حلو، عارف ايه اللي هيحصل لك؟ ايه؟ ليك يا ام ياسمين، امال هيعمل ايه في جوازه ياسمين المسكينه؟ لا يا استاذ محسن، هو جوازه ياسمين خاضعه للتخطيط المبدئي وهي اسر للتنفيذ. الحقيقه ان انا ببص لها من وجهه نظر خماسيه الابعاد، لانه انا بدات امهد لها من دلوقتي. بس السؤال بقى هو، هل عايز يعمل معايا في جوازي زي ما عمل في جوازكم؟ هو عمل ايه في جوازنا؟ كتب الشقه باسمك. الشقة باسمي؟ لا 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 يا أستاذ محسن، ده قصد ده كان يتوقف على الثقة المفرطة بين الطرفين والتي لم يكن عليها أي نوع من أنواع الغبار. أصله عايزني أكتب الشقة باسم سناء، إنما طبعا حضرتك وضع تاني، تلاقيه كاتب لك كل حاجة ومظبطك في القايمة. هو الحقيقة يعني كل الهيكليات المادية في الوقت ده ما كانتش بتعنيني، لأني كنت بنظر لها بنظرة مختلفة شوية. يبقى اكيد مظبطك في المؤخر. المؤخر ده مهم قوي على راي امي. الست المؤخر لا يقدمها لا ياخرها. لا، هو المؤخر ما كانش مفتعل، كان كويس في حدود 30 40 مثلا. لا، 300. اوه بسم الله ما شاء الله، 300 الف جنيه، ده سكور عالي قوي. 300 الف جنيه؟ لا خالص، دول كانوا 300 جنيه. لا ده على كده بقى، بيحب اخته سناء قوي اكتر من حضرتك. ده طالب مني مؤخر 50 الف جنيه، وعلى راي امه الله يرحمها يعني كل ست وعلى قد مقامها. تفتكر برضه يا استاذ محسن؟ اصلها قالت لي على قد ما اتذكر، اللي بيجي رخيص بيروح رخيص. مش يا عادل، طب اقول لك على حاجه بقى، تصدق شايلها في قلبي وكتماها. حتى الشبكه تشاركنا فيها. لا اله الا الله، اتشاركتوا في الشبكه؟ ويا ترى اداكوا وصل؟ لا ما ادانيش وصل. يا نهار ابيض، ماشي عادي يعني سناء احسن مني انا؟ انا ما قلتش الكلام ده، ده الموضوع يعني جاب بعضه. ومع ذلك يا ستي، اللي راح راح واللي جاي جاي. انت هنا؟
انت هنا يا استغلالي اللي بتستغل التكنولوجيا البريئة. أسوأ استغلال. بتسجلني. يوهو، موبايله هو حر فيه يا اخي. الكلام في البيت ده مع ماما. يا ماما يا ماما احضرينا يا ماما. ايه يا جماعة، ايه في ايه؟ احنا عيلة لازم نستحمل بعض، واذا كان عدل غلط الغلط مردود. وانا قلبي كبير وياما سمعت وياما حسبت له جوان وهي كانت اوفسايد. اوفسايد؟ انت اصلا داخل العيلة دي متسلل. انت بس عشان نعرف نتفاهم. ما تخليش الراجل يزعل منك اكتر من كده. الطلبات اللي انا قلتها طلبات معقولة جدا. يا سلام، وانت عملت كده في جوازتك؟ اه صحيح، ده نسيت. بقولك ايه يا علي، انت ازاي ما تكتبش الشقه باسمي؟ ها ما كانش معايا قلم. طب والقايمه والمؤخر؟ اما انا على ما نزلت اجيب قلم كان الورق خلص. يا سلام يا سلام يا اخي على مبرراتك الهشه التي تفتقد كل المعاني. ماشي كده، سخنت الدنيا عليها يا جبان. حلو قوي، انت قلت سخنت، انا لسه ما لعبتش. لا العب براحتك، ده انت لسه هتشوف. وانت لسه شفت حاجه؟ هشوف. انا لما اتجوز اختك هتحس بالفرق بين عيشتها وعيشه مرات اخوها، وهتحس انها قد ايه ست متسسسته. متسسسته؟ ده انت مش عارف تقولها اصلا. شوف بقى يا استاذ، مين اللي هيجوزها لك الست دي؟ جرى ايه يا عادل؟ انت عاوز تخرب على اختك وخلاص؟ هي كلمة واحدة، لا اما ينفذ الشروط اللي انا قلت له عليها، لا اما مفيش جواز من اصله. وهي كلمة واحدة اللي بقولها لك يا عادل، محدش يتحكم في جوازي ولا اقول ينفع ولا ما ينفعش غيري انا. انا ارفض، ارفض ان اي حد يتحكم فيا خارجيا. الله الله، وانا كمان ارفض الاجنبي. يا سلام، طلعتني خواجه يعني مقسم. بقول لك ايه، خليك معايا انا هنا. انت لما كتبتش الشقه باسمي والقايمه والمؤخر هسيب لك البيت وامشي يا عادل. الجون الاول وتسلم الجزمه. مزعل الناس منك وبتقولني كلام ما قلتهوش. ده الواحده تحرم تتكلم معاك احسن. الجون الثاني والضرب اتراح. بص يا محسن، جهز امورك ورتب امورك براحتك وحدد ميعاد الجواز، واول ما تجهز شاورلي كده هجيلك بشنطة هدومي. الجول التالت هاتريك بس كباوي. يلا حلو، استعد بقى واقعد سخن للماتش الجاي. بس يا دولة. ولا في ايه؟ عمال بتستظرف وبتلف حواليا، في ايه؟ روشني، عايز ايه؟ اديني ودانك بس. ولا انا مش ناقصه خالص، ابعد من وش الوقت السعادة يا رمزي. يا دولة دواك عندي. دواء ايه يا عم الاجزخانة؟ طوعني بس المرة دي يا دولة. بص، عارف لو قلت كلام تافه هعلقك من فتحة مناخيرك في السقف، انت فاهم؟ ماشي يا محسن. اهو اديك قربت يا دولة اهو. اسكت، مش طلع الواد محسن ده؟ طلع ما بيخلفش. ما بيخلفش؟ ده طلق سناء مخصوص عشان هي اللي متخلفش. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ انا هقول لك يا دولة، اصل انا صحيت الصبح يعني لقيت نفسي مش مركز كده. ايوه يعني، وانت من امتى صحيت مره لقيت نفسك مركز؟ المهم خلص. المهم يا دولة، دخلت الحمام بقى. ساكت ليه؟ اصل انا طولت جوه. اخلص بدل ما اقفل عليك في الحمام. يا دولة اسمعني بس، انا يعني وانا قاعد جوه الحمام افتكرت ان مرات محسن ساكنه في حته انا عارفها. هوب خدت نفسي وطلعت لها، خبطت الباب، فتح الباب نزلت المشاريب. طفحت وشربت. اخلص طلقها ليه؟ عرفت يا دولة؟ هو ما طلقهاش، ده هي اللي خلعته واديته رجل يا دولة عشان طلع ما بيخلفش. بقول لك عارف يا رمزي الكلام ده معناه ايه؟ معناه ايه دولة؟ معناه ان انفراد وفي الوقت الضايع، وانا والجون فاضي، ورحت رازعها في المقص. ادوني الجبان. اهدي بس اهدي، هو جاي دلوقتي حالا. جاي يعمل ايه ده؟ جاي يعمل ايه ده يا عادل؟ لا، الغل والبرجي دي والحاجات دي كلها، امسكي نفسك، اول ما يجي مفجرف يعرفوه. استنى اهو جه. لا، اهدي خالص، اقعدي بس اقعدي، هنعمل له خطه. اقعدي نفسك هادي خالص. اهلا، ازيك يا ابو ناسف؟ اهلا وسهلا. يا سلام، منور البيت والله، ومنور المنطقه والحته كلها. اتفضل. احب الروح الرياضيه. لا ما ولا اعتراف بالهزيمه ده شيء ضروري. اتفضل حبيبي حبيب قلبي.
شو جبت لك يا سونسون؟ درينج سوت اهو تضربه لي ليله الدخله هيبقى اخر فانتاستيك عليك. وعايز تجيب الخطيب التاني؟ لا خطيب تاني ايه وعيال ايه؟ واحنا بتوع عيال وكلام من ده. معقوله يا حبيبي في جواز في الدنيا من غير عيال؟ يا حبيبتي العيال هيلخمونا عن بعض. انا بحبك انت. بتحبني يا دنيا واطي بعد ما التانية رمتك بالجزمة ورمتك زي المتطلعة في ليلة الحملة يا جبلة دايت دنيا محسن. أيوة ودور 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 حلوة 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 وانفرد يا أخوانا وانفردوا من نص الملعب ونص الملعب فاضي. يتكون الجهاز الهضمي من 12 وبركريوس. بركريوس؟ بركريوس ايه يا بت؟ بركريوس ايه؟ اسمه بنكرياس. بوظت الجهاز الهضمي. ما هو الاسامي صعبه، امال ليه المدرسين بيحطوا اسامي صعبه كده ليه؟ المدرسين ما بيحطوش اسامي، الكتب بتيجي من الوزاره كده مطبوعه جاهزه. وبعدين ده تعليم اللي بتعلموه ده؟ فين زمان وواجبات زمان ومدارس زمان؟ كان واحد يجي من المدرسه بيشر عرق كده، قالع المريال اعصرها كده تنزل عرق، اخش من باب المدرسه على باب البيت على المكتب على الكتاب عدل، ما سيبوش الا هو على الجلده، مش زي دلوقتي دروس خصوصيه وبرامج تعليميه والباص المكيف اللي بيجيبك ويوديكي. يا بنتي ما تعقديش البنت، قولي بقى ان انت غيرانه منها عشان بتركب الباص وانت قعدتي الاعدادي. تروحي وتيجي بالعجلة بس بعد كده كان عيب ما يصحش. يا ماما لو سمحتي اسكتي حضرتك، سيبيني اعلمها وافطنها كويس. انا ست تربوية فاهمة انا بقول ايه. لازم الاجيال دي تعرف ان الاجيال السابقة اللي هو احنا رفعنا راية التعليم الاساسي في مصر الى ان وصل الى هذه المرحلة من التطور. ياسمين تعالي اذكر لك. شكرا. وقالي شكرا ده ومالك شكرا؟ انا لازم اتابعك واشوف دروسك ماشيه ازاي. يا بنتي كفايه، روحي شوفي اللي وراكي. يا ماما انا فاضيه، يا ماما فاضيه، صلحت كل الكراسات وكل الشهادات صفرتها وميتها كحك احمر كحك احمر، فاضيه. يعني قاعده فاضيه بقى وبتسلي بينا؟ يا ماما انا عندي وقت للتسليه. ياسمين قولي لتيتا مين اللي عمل لك الواجب امبارح؟ الواجب كله طلع غلط، والميس زعقت لي. دي ميس حمارة، ميس حمارة. انت هتقولي لي على المدرسات بتوع المدارس الخاصة؟ هما بيفهموا حاجة؟ مدرسة من دول تخش الفصل فاكرة نفسها بتدرس في جامعة كامبريدج، أول ما تخش تلاقي كل دي تشامب دي جيزي بغو افيك اغ دي جي بتريني انا جيميزي بغو جامي جامي جامي. واخر الشهر تقعد على قلبها قد كده. كفاية بقى المدرسة هتقع. تعالي يا ياسمين وريني بتذاكري ايه. الله ده منهج سهل قوي وبسيط، ده من اسهل المناهج اللي هتقابليها في حياتك. يا بقى لما تكبري لسه وتاخدي الجهاز العصبي وتكبري اكتر وتدرسي الذره وما تعرفيش تذاكريها اساسا، والله بقى ياسمين لو دخلتي ادبي ودخلتي بقى على البؤره النفسيه التحوريه وعلى فوليير وفرايد سيجموند ودخلتي على ديكارت ودخلتي على العقد النفسيه. يا بنتي الله يهديكي سيبيها تركز. سيكي. يا ماما يا ماما سيبيني اسقيها من علامي، بنتك 12 سنة خبرة في التربية والتعليم، البنت دي قاعدة في نفس البيت اللي أنا قاعدة فيه، لما آخر السنة تجيب لي 8-29 ملحق وتسقط، شكلي يبقى إيه؟ دي تبقى عار عليا يا ماما في التربية والتعليم. وأنا هسقطي دي ده؟ لا يا حبيبتي، هتنجحي وهتطلعي الأولى كمان. بصي يا ياسمين، لو ذاكرتي 18 ساعة في اليوم من غير لا أكل ولا تخشي الحمام، أوعدك إنك ممكن تعدي. كل ده؟ لا انا عايزه اسيب المدرسه. سيبي ايه؟ مدرسه. فاشله زي ابوكي. يا رمزي عايز ايه؟ عايز ايه؟ يا سيدي النهارده انا مش جاي، النهارده الجمعه اجازه وهاخد بكره وبعده اجازه كمان. طب وانت مالك انت تاخد اجازه؟ لو هتاخد اجازه يا رمزي خد اجازه على طول، يعني ما ترجعش تاني. عايز الاجازه عشان ايه؟
تروح فيلم من 5 لـ6؟ يا ابني فيلم للناس اللي استيعابها سريع يعني. أنا من رأيي لو هتروح فيلم روح من 5 لـ5 تاني يوم عشان تفهم. يلا سلام. يلا اقفل بقى يا رمزي. اقفل يلا سلام. ايه يا ياسمين؟ ايه؟ خلصت الواجب؟ النهارده وبكره اجازه. ايوه انا ما خلصتيش الواجب ولا ايه؟ اتفرج على التلفزيون شويه وبعد كده اكمل الواجب. لا حبيبتي ما تاجليش عمل اليوم الى الغد. ما دام هتعملي الواجب بتاعك خلصي الواجب كله وبعدين اتفرجي على التلفزيون زي ما انت عايزه. كل عيال معانا اللي في المدرسه بيتفرجوا على التلفزيون شويه وبعد كده بيكملوا واجبهم. ده ايه الجيل المهبب ده؟ عارفه بقى ياسمين انا لما كنت قدك كنت بعمل ايه؟ اول ما اخلص المدرسه وارجع على البيت اقوم حاطط الشنطه بتاعتي في مكانها ومغير هدومي وما اقومش من على المذاكره الا ما اخلص الواجب. مش كده يا ماما؟ كده يا حبيبي. والشبش بيشهد. ده انا كان لساني بيتدلدل عشان تذاكر مفيش فايده. ما كنتش بتمشي الا بالعلا. اهو طبعا ماما ما كانتش قصدها ان انا، كانت قصدها اللي بيعمل كده يعني زي عمته سناء. الواجب بتاعي صعب وانا مش عايز اعمله دلوقتي. لا يا حبيبتي لازم تعملي الواجب بتاعك. بصي خديني انا مثال ليكي يعني، انا لولا ان انا مجتهد وان انا بهتم بشغلي ما كانش يبقى البازار بتاعي ده معروف وابقى اشهر بازارجي في مصر كلها. الشغل بتاعك اسهل 100 مرة 100 مرة من الواجب بتاعي. يا سلام ده ايه الغرور ده. لا طبعا شغلي صعب بس هو بيبان سهل لان انا ادائي في الشغل هو السهل الممتنع. طب ايه رايك بقى، انا ممكن اعمل الشغل بتاعك في منتهى السهوله وانت ما تقدرش تعمل الواجب بتاعي بمنتهى السهوله. ازاي يعني الواجب بتاعك ده؟ ده انا احله في 3 دقايق وفي وسطيهم اخد يا راحه كمان. طب بص بقى، انا عندي النهارده وبكره وبعده اجازه وتعالى نشوف. انا اروح في البازار اخلص شغلك وانت تحل الواجب بتاعي. والله فكره، انا ما عنديش مانع. موافق. ماشي اتفقنا. يا رمزي بتعمل ايه؟ يا دولة بظبط لك وش القفص. الجديد قدام هو نعم والمعيوب ورا. الامانه سر النجاح يا دولة، واهم حاجه في شغلتنا دي واجهه المحل. الوش استفتحت فرشتك يعني. استفتحت فرشتك؟ ايه يا ابني الفراعنه كانوا فاتحين فكهنجيه في سوق العبور ولا ايه؟ انت بتقول فيها؟ ده على فكره بقى الفراعنه دولت ما سابوش حاجه ما اشتغلوش فيها دولة. انت عارف لو كانوا عايشين لغايه دلوقتي كان زمانهم اشتغلوا في الموبايلات. ايوه صح، كانوا غرقوا بقى شارع عبد العزيز كروت محنطه. اه الشغل اللي انت بتقول عليه ده صعب. ياسمينة حبيبي جميله كلبوزه جميله جميله. ايه ده انت مش فاكراني ولا ايه؟ ده انا حضرت اسبوعك. اسبوعها ايه؟ انت كنت لسه شايفها امبارح تقعد تفكرها باسبوعها. معلش غبي شويه يعني. ياسمين حبيبي انت ايه اللي جايبك النهارده؟ ياسمين يا سيدي هي اللي هتدير المحل، عندها اجازه 3 ايام. شكلكوا انتوا الجوز كده مش بتوع شغل خالص. لا امورينا يا ست الكل امورينا. اموري تشربي شاي ولا قهوه؟ مصاص. طب زياده ولا بقى الريحه يعني؟ كريز ومتتاخرش بالسكه. حاضر عناية. طب الفلوس هحاسبك بعد ما تيجي. لا ادرجيه يعني. مش عايزين رأي. ياسمين حبيبتي انا بس عايز اسالك سؤال فني، ليه قلتي له لما تيجي هديك الفلوس؟ عشان اضمن انه يجي بسرعه وبعدين ياخد فلوس. برافو عليكي، انا بعمل كده معاه بالظبط. طلع على باباكي بالظبط. برافو عليكي يا سيدي. الشوكولاته اللي انت طلبتيها؟ انا قلت مصاصه بالكريز. حاضر هرجعها. ادرجيه مالكش دعوه. برافو ياسمين، احسن ياسمين. برافو عليكي، هو كده. روح رجعها وهات غيرها. المصاصه يا ست الكل. هوا دي مش بالكريز. وبعدين حتة مصاصة مش عارف تجيبها،
امال هتبيع وتشتري ازاي؟ بابا انا مش عايزاه في المحل. والله ولا انا عايزه في المحل. انا اساسا من يوم ما فتحت البازار ده مش طايق، مش من يوم ما فتحت البازار، من يوم ما عمي خلفه برا. ايه ده؟ لا دولا بقول لك ايه برا ايه ده؟ انا كده هبقى على الرصيف ومفيش يا داخله معايا السكين ليه كده؟ داخله معاك على السكين عشان شايفاك بطيخه، اتصرف. طب معلش يا دولا، يعني ياسمين دي بنتك وانت زي ابوها برضو. زي ابوها؟ انا ابوها يا ابني، دي بنتي عادي. طب ماشي، يعني حنن قلبها عليا والنبي. والله بص، دي مواضيع ماليش دعوه بيها، هي المديره ومسؤوله عني انا وانت. انا وانت بقينا يعني زي بعض دلوقتي. مع عدوك اللي ابن كارك يا دولا، انت عايز تاخد مكانتي. مكانتك ايه يا ابني؟ انت ليك مكانه. بص يا رمزي، عايز تشتغل في المكان ده لازم تستسمح. ماشي ياسمينة حبيبي. ياسمينة ياسمينة انا اسف ومش هغلط تاني، والحياة تجارب يعني. هجربك مرة واحدة بس، وايه غلط هطردك برا يا امكن. ايه بقى؟ بالالعاب. بس الالعاب دي عايزه تسخين. لا انا اختار حاجه اسهل. بتعمل ايه في شنطه بنتك يا عادل؟ بعمل الواجب، الهوم وورك. انتوا لسه هتكملوا في اللعبه العبيطه اللي انتوا بتلعبوها دي؟ سناء لو سمحتي سيبيني اربي بنتي بالطريقه اللي انا شايف انها صح. ما تتدخليش يا سناء. خلاص يا عم انت حر. ماما لو سمحتي اعملي لي شاي معاكي. حاضر. عادل اعمل لك شاي مع اختك؟ لا يا ماما انا عايز قهوه. ولا اقول لك هعمل انا القهوه بنفسي، عارفه لان القهوه دي بتتعمل بطريقه معينه يعني. والواجب بتاعك يا عادل؟ ما انا هعمل القهوه وبعدين اقعد اعمل الواجب، اصلا لازم اركز وانا بعمل القهوه يعني. يا حبيبي روح انت ذاكر وانا هعمل لك القهوه. ماما اصل القهوه دي فن يا ماما، مش اي حد بيعرف يعملها. الواجب بتاعك يا عادل. حاضر حاضر حاضر. ابتدي بايه بقى؟ ساينس؟ لا سوشيال ستاديز. انا هبتدي بالعربي بقى، يعني على اساس ان هو ملعبي ان انا شاعر وكده يعني. هبتدي بالعربي. سعيد افتح الباب سعيد، انه ساعي البريد. سناء هو عرف منين ان ساعي البريد هو اللي بره، ولا ساعي البريد بيبقى له خبطه معينه؟ قلب الام يا عادل بيحس بكل حاجه. يعني دي قصيده من وجهه نظر الام. لا كده الواحد هيبقى له رؤيه مختلفه بقى. العم زاهر صياد ماهر، يرمي الشبكه في الماء وجر الشبكه شبكتي الشبكه نحو الشبكه. الشاي والقهوه يا عادل. تعبناك يا ماما والله. تعبك راحه يا حبيبي، المهم ان انت تنجح في الثانويه العامه. لما جنوف يا ماما. بعد اذنك يا ماما، بعد اذنك يعني يا ماما، سيبيني بس اربي بنتي بالطريقه اللي انا عايزها بعد اذنك. هو انا قلت حاجه؟ بس ما حدش عارف مين بيربي مين. لا انا مش عايز اشرب قهوه، مش معقوله اشرب قهوه على معده فاضيه كده. انا عايز اكل الاول وبعدين اشرب القهوه، اصلا ما بعرفش اركز خالص وانا جعان يعني. حجه البليد مسح السبوره. بقولك يا سناء، ايه رايك تاكلي حاجه حلوه نبعت نجيب حاجه حلوه، ولا ايه رايك نعمل هنا حاجه حلوه؟ نعمل كيكه اسفنجيه مثلا. ودي ان شاء الله اللي هتمسح بيها السبوره. تعرفي انت بس مقادير الكيكه الاسفنجيه، ولا اسال رانيا؟ هسال رانيا. رانيا يا رانيا ادي داني اهو، لو خلصت الواجب بتاعك في ليلتك دي. هتضربي صح؟ هتضربي. هتجيلك 100 مرة ما تحطش التمثال ده على الرف ده. طب امال احطه فين بس يا ست الكل؟ حطه هنا جنب اخواته. ايوه بس دولت من ام تانية. بقولك ايه، ما تقوحش معايا، خليك طريف ولطيف عشان تخلص شغلك بدري عشان تروح. لا انت يلا. لا انت بتضحكي عليا، شكلك بتضحكي عليا. بص بقى ست الكل، احنا دلوقتي بقى ميعاد الغدا وانا على لحم بطن من الصبح. طب ايه رايك بقى؟ مفيش ولا اكل ولا راحه غير لما تخلص الشغل اللي عليك وترتب الرفوف زي ما انا عايزه. بس يلا. حاضر حاضر. انت وابوكي كده عليا كده على طول. يلا ماشي اهو بقى. صباح الخير. صباح الفل. كنت عاوز اسال حضرتك كل حاجه موجوده هنا عندنا في البازار، يعني حضرتك فرعوني موجود، اسلامي موجود، تحنيطي موجود، حتى لو حضرتك عايز علبه سجاير ممكن اروح اجيبها لك واجي. ممكن رمزي تعالى تعالى هنا.
واحنا بنشحت للراجل المفروض تسمعه وتركز معاه تسمعه بعد كده ايه تشوف هو عاوز ايه وتروح تجيبها له. صح عندك حق، يعني دلوقتي اروح اسمع منه وبعدين روح انت رتب الرفوف وانا هسمع حاضر. حضرتك عايز ايه؟ يا ريت اكلم حد كبير. ايه اللي يعني هو حضرتك هتحبها؟ هي إيه حضرتك ست الكل دي يعني هي اكبر حد هنا عندنا. يا رمزي ماشي انا اسف. انا هنا اللي ماسكه الشغل بدل بابا. حضرتك عايز ايه؟ انا كنت عايز اشتري هديه لمراتي يكون ليها شكل اثري. حاضر. عندنا العلبة دي ممكن تحط فيها الذهب بتاعها. ماما عندها واحدة زيها. هي بصراحة حلوة. ما هي أكيد حضرتك حلوة. هو يعني هل في رأي بعد رأي ست الكل؟ اللي حضرتك بتدولك خده وانت مغلط. أكل رمزي. ايه نعم. روح انت. وإيه رأيك بقى؟ مفيش أكل النهار. تعال هنا. نعم. انت كنت بتقول ايه؟ ما أقول. لا انت كنت بتقول حاجة. بس بقى واقف لبخني مش عارفه اشتغل منك. ما انا بشوف بقى العجينه ناقصه سكر ولا حاجه يعني. خلاص مش دقتها. ايوه بس انا اصلي بحب طعم العجينه دي قوي. بقول لك ايه، تحب تاكلها كده اعملها لك ساندويتش؟ لا بعد كده اخش الفرن يعني. لا مش معقوله طبعا. عادل بقول لك ايه، انت مش وراك واجب؟ اجي نروح اعمله يلا. بس انا خلصت معظمه يعني، انا خلصت الرسم ولونت كله الحمد لله، فاضل شويه واجب بسيط يعني. بقول لك حاجه، انت يا حلوه يا قمر يا بيضه، لو خلصت الواجب كله النهارده هديك حته كيكه شوكولاته قد كده. انت بتعامليني زي ما اكون عيل صغير، فاضل بقى تقولي لي لو ما خلصتش الواجب مش هتلعب مع العيال في الشارع. عادل مش انت اللي اخترت؟ خليك قد كلمتك، روح خلص الواجب بتاعك يلا. ايوه انا قد كلمتي، انا وعدتها ولازم ابقى قد كلمتي. تعالى تعالى يا سواجب، ايه اصعب حاجه فيك؟ يا سلام الساينس ده سهل جدا. الله يخرب بيت عقلك يا سمعه. ايه ده، هو انت بتتفرجي على فيلم ايه ده يا سناء؟ اسماعيل ياسين في الطيران. الله، ده انا كان من زمان نفسي اشوفه بس ما لحقتوش السينما. ايه بقى اللي موقفك هنا يا ابو واجب انت؟ لا ما انا الواجب ده سهل يعني، انا هشوف الفيلم. اصل ده حته فيلم. عارف انا الفيلم ده شفته كتير. مذاكره ايه اللي قدام التلفزيون دي يا عاد؟ عادي يعني، ما انا بركز، اصل انا عايز ادخل اعلام. نشره الاخبار جت تطفي بقى لغايه ما الفيلم يجي. انت طفيتي ليه؟ ما انا بضحك في نشره الاخبار. ماشي عادي، نشره الاخبار هطفي اريح التلفزيون شويه وبعدين اشغل تاني كل الفيلم جه. طب افرض التلفزيون مثلا ده وهو مقفول كده الفيلم جه واحنا ما عرفناش. لا ما تخافش، انا مركزه قوي في الوقت، هولعه لما الفيلم يجي تكون انت خلصت الواجب. طيب بس ما تنسيش بس تفتحيه. لا مش هنسى، بس خلص الواجب. حاضر. هي النشره بتخلص على طول يعني؟ ايوه. لا مش عايز اذاكر حساب، انا هذاكر بقى حاجه ثانيه. ايوه الانجليزي، انا بحب الانجليزي قوي صراحه يعني، كنت متميز فيه لما كنت صغير. اوزير يعني ايه؟ اذر اللي هم الاخرون يعني. رانيا يا رانيا، مش معقول انا مش لاقيه ولا بنسه من بنس الشعر بتاعتي. يا مامي ارحميني، انت مش شايفاني مشغوله وبعمل الكيكه السفنجه؟ هتلاقي في اي درج عندك من الادراج. ما تعطلهاش يا مجيده، بتعملي لنا سفنجه عشان نمسح بيها الارض. كملي طبيخ يا حبيبتي، ما تخليش حد يعطلك. بنس ايه اللي انت عايزاها دي يا حماتي؟ البنس بتاعت الشعر بتاعتي. عارفه في واحد اللي هو تحت البيت ده اللي هو بتاع بوتيك رشا، الراجل صاحب البوتيك ده صاحبي، عنده بنس بقى كل الالوان، عنده احمر واصفر والاخضر، ده مش موجود في السوق بس عنده، وعنده كمان بنس اللي هي على شكل توكه، وفي عنده كمان اللي هي ايه توكه بقى على شكل خوذه كبيره كده، هو بيبقى فيها نور عشان لو النور مقطوع مثلا ولا حاجه وانت خارجه رايحه اي حته مثلا فما تتخبطيش في الحيطه. طب ممكن من فضلك تبقى تجيب لي من التوك دي لو سمحت يعني، وانا هبقى حاسبك بعدين. عينيا هجيبها لك دلوقتي فريره. ما تنزلش يا عادل. مجيده البنس بتاعتك انا مخبيهم في اوضتي تحت المخده بتاعت السرير. بصي قوي يا سناء، وانت ارجع تاني على كرسيك خلص الواجب بتاعك.
يا سناء انت حاطه مضرب البيت فين؟ هتلاقيه عندك في الدرج. انا عارف مكانه. عارفه فين؟ هتلاقيه في رابع درج ان هو على الشمال جنب اللي هو العصاره بتاعت الليمون. اجيبه لك؟ لا لا متشكره انا عرفت مكانه. اتفضل روح خلص الواجب بتاعك. انبط بقى انبط بقى وارجع على الكرسي بتاعك. خلص الواجب بتاعك في ليلتك دي. بنتك لو جات ولقيتك ما عملتش الواجب هيبقى شكلك وحش. اللي كل شويه خلص الواجب خلص الواجب. الواجب ده لعلمك سهل جدا. انا ممكن اخلصه باصبع رجلي. هو رخم بس شويه بس هو سهل يعني. بس ايه ده؟ ياسمين معادها اروح اجيبها. ما تنزلش يا عادل. يعني ايه اسيب بنتي ضنايا في البازار تبوظ البازار؟ يا عادل عادل لو سمحت وانت نازل تبقى تفوت على الراجل بتاع المحل اللي عنده التومك الفراشات دي وهات لي شويه فراش. وانا فاضي اللعب العيال بتاعك ده. انا عايز الحق بنتي. ما تنزلش يا عادل لسه ما خلصتش الواجب. يا مستهتر يا مستهتر. ايه ده؟ ايه ياسمين؟ انتوا رصيتوا الحاجات دي امتى امال؟ رتبتهم لك. القصير قدام والطويل ورا. وتعلمتيها ازاي دي؟ في طابور المدرسه. القصير قدام والطويل ورا. طب حلو قوي. امال رمزي فين؟ امال عمل ايه؟ ايوه ست الكل حاضر. القصير قدام والطويل ورا. القصير قدام والطويل ورا. القصير قدام والطويل ورا. ايه اللي حصل؟ انت عملت ايه؟ غرست عليه شويه خليته يشتغل لاول مره في حياته. ايوه بس يعني هو شكله مش طبيعي شويه. بس برافو عليكم. يعني عايزه تقنعيني ان هو اللي رص كل الحاجات دي في يوم واحد؟ يعني هو انكل رمزي كان محتاج حد يضغط عليه شويه ويعلمه شغله ويفهمه يعني. وانا كنت العقل وهو محتاج عقل. لا هو محتاج عقل من زمان انا عارف طبعا. بس كويس ان انت عملت معاه كده بعلمك. انا بعمل معاه طول الوقت كده يعني. في بازارات كتير كان عايزينه يحترف عندهم بس انا رفضت وتمسكت بيه. اه بابا انت عملت الواجب. والله لما تعملي ايه؟ سن الياس ما بيرحمش. سن الياس ده يا حبيبتي للي استسلمه. لكن الشباب بيفضل على طول اللي بيحافظ عليه. تحافظي على ايه؟ شبابك فقدتيه من زمان. من زمان قوي فقدتيه في السكه. بس انا عندي نصيحه ترجعك 100 سنه لورا. بص يا ستي، كوبايه ميه سخنه حطي عليها معلقتين عسل وقلبيهم وبلبعيهم كده على بقك. هتقومي على البيت ده بالمنفضه تقطعيه. ظريفه قوي الاخت. ها سناء؟ نعم يا ماما. عاوزاكي قبل ما تروحي المدرسه تفوتي على الصيدليه اللي جنبنا وتجيبي لي منها حاجه. الف سلام عليك يا ماما. انت تعبانه يا حبيبتي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا عايزه قلم رجع النبي كده على ذوقك. الله الله يا ماما، شايفه الناس اللي بيحافظوا على شبابهم اتعلمي. لا يا اختي مخك راح لبعيد. انا ما بتغندرش زي جماعه. ليه يا حبيبتي قلتي تقدري؟ على فكره قلم الروش ده للحاجه فتحيه، اصل دخلتها النهارده وانت عارفه ان ابنها الصغير ما يقدرش على المسؤوليه، على المعاشات وعنده امراض الدنيا كلها. اللي تفيدك في الموضوع ده يا ماما وفي الكلام الفاضي والمسخره نجلاء بنت مجيده، ابعتيها تجيب لك قلم الروش. لا يا حبيبتي لا يا حبيبتي، نجلاء عيانه النهارده وهي نايمه ومش رايحه المدرسه كمان. خلاص انت يا حبيبتي بالخطوه السريعه انزلي اركودي جري وانا امسك لك الاستوب واطلعي قلم الروش. يا اختي خفيفه يا اختي، يا اختي خفيفه. صباح الخير يا جماعه. بليز وطوا صوتكم عشان عادل ما نامش طول الليل بيشخر. الزهر بيحلم في حلم. لا لا انا خلاص صحيت. صباح خير. صباح خير. صباح خير يا ماما. صباح خير. خير. الجرس. مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟ صنع في الصين. لا مش قصدي اللي مكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه.
استنى استنى ايه ده؟ ده جواب غرامي. دولة في ايه؟ قال له هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبرا؟ عنده القلب يا سيدي عيان، ايه ناقصاك انت كمان؟ ايه بس يا دولة، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي انت، لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولة، انت الحته دي بقى بالذات ورثها مني انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقة. ايه دولة، الحمد لله مفيش نطورة اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعة، ربع ساعة واخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجة عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفه اللي بعته ولا لا؟ تالت حاجه، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجه، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره؟ التي هي من الواضح انها متشعلله في اتجاه واحده عندكم في المنزل. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ايه الحلاوه دي يا ابن عمك مشرفه؟ تعال اقعد يا تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولة، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك يا الدبدوب. ايه بس اللي نقرره يا دولة؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي. بص يا دولة، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقولي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني، لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا، وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدهم، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر، وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول، فاكر؟ فاكر طبعا. طب انت عايزني اعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضو غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامح. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافاه ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين. مين 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 مين؟ الدبدوب ده مبعوث لوحده موجوده هنا في البيت. على فكره يا عادل، انت ما تعرفش حاجه، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفه. لا يا ماما، المره دي انا عارف كل حاجه. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة
اللي بعت الجواب ده واحد راجل. ثالث حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. متزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وإيه اللي يأكد لك بقى كده إن شاء الله؟ دي حاجة واضحة زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقة وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسة النهاردة عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة أكتر من كده. أنا ما روحتش المدرسة النهاردة عشان أنا تعبان، وبعدين فيها إيه يعني لما أتفرج على الفيديو كليب؟ ما سنقها كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 إن الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا؟ أنا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجيلي من الباب مش هيبعتلي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاثنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاثنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها انا مش بتكلم تاني. خلاص انا اسف قلتلك. سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش هعبر عن رايي. اتفضلي. ولو بصينا للجواب ده بما ان انا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوت لوحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني. او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكرة بقى عادل بقى، انت بصراحة يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جيب الصدفة. الصدفة ازاي؟ هو بني ادم ده لعبة هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية لمنتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما انا هحط الدبدوب ده في الصاله واشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركه في الجريمه. عادل عادل.
وشك برا الاوضه. الدبدوب ده ايه اللي حصل؟ هو فاس؟ لا مش الدبدوب، جيت عشان تسال عليه. جت تسال عليه؟ قلب الام بقى وجت بنفس الطريقه برضو؟ هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفه. لقيتيها واقفه وجايه بنفسها يعني؟ انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ يا لهوي، ده البلد كلها تعرف. انت ما تعرفش ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغماية مع الدبابيب التانية وتروح تزور جيرانها ومش عارفه ايه. انت بتسرحي بيا جيرانها ليه؟ عمالة تتحرك اهو. بس وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما نبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ اسرحي بيا يلا بيا. يا سلام. يلا يا ياسمين. اوعى كده. يلا انا خلاص كل خيوط الجريمه بقت في ايدي. الجواب الثاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيره جدا ما كانتش باينه في الجواب الاولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يو مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعه الجديده اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خسارة يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. خسارة عمية زرقة دي هحاسبك عليها بعدين، اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسلية كلك رقة وطيبة وحنية. فلت الجبان. ما تزوق يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. انا كنت متأكدة ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة انا معرفش مين اللي بيبعتها لان ذوقه زبالة، وانا بصراحة ما بعرفش الناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، احنا طبعا عارفين ان احنا عيلة واحدة واحنا اسره واحده، ولازم تفتحي لي قلبك لا اما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما اعرفه. انا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لانها طلعاني، وما بتكذبش ابدا. على فكره بقى الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حماده كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابه. انا بقى عارفه مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. خلاص بقى يا عادل، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنى، الخيوط بتاعت الجريمه ابتدت تكتمل يا جماعه. وداني مع الدبدوب. ها اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي انا هقرا الجواب، مع ان كنت مدي فرصه للي بيجيله الدباديب. انا ببعت لك النهارده عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ها هتقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك.
ايه ده قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعه بقى نسيبهم مع بعض في لحظه هدوء وحب وسعاده. دبروا وزن على خراب عيشه. باي باي بقى يا عدوله، سهره سعيده. ربنا معاك يا رب. الليله مطينه بطين. رانيا حبيبتي اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. يا حبيبي انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بتجيلك الدباديب وانت اللي كان بتجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، ايه حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي؟ ها ما تغيرش الموضوع، مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظه، مرسل مع الجواب صوره ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيره عندها بتاع 70 سنه يعني، جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعه من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزه اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا استنى استنى استنى، انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول بتاع التليفونات على فكره يا دولا، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دولا، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. هات لي الصوره دي، هات الصوره دي. ايه ده؟ دي فيرجينيا؟ ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر، من 10 سنين يا دولا. هتلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. انت يا رمزي، انت اللي كنت بتبعت الدباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلق بسببك. هتستهبل يالا، يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ياض ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كل ناحيه واحده يا غبي مره كده. ولا قول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي، عشان ما يبقالكش حجه، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب. انا شلت لك اللزق، خلاص تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمه تنطقها عطشان؟ حاضر يا سيدي. عطشان يا دولا، ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دولا. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصيه ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولا. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولا. وسر برضه على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي برضه مصر، برضه مصر. انت حر مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده اهو مربوط في الشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ مش عارف.